السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ النهاردة عندنا درس سهل جدا، بس قبل ما نقوله قلنا المرة اللي فاتت ان الجملة بتنقسم لجملة اسمية وجملة فعلية. طيب المرة اللي فاتت اخدنا الجملة الاسمية وقلنا اللي هي عندها ركنين اساسيين، ايه هما؟ اللي هو المبتدأ والخبر. النهاردة بقى هنتكلم عن الجملة الفعلية، هنشوف اعرابها بيبقى ازاي. تعالوا كده نشوف الأمثلة. الأول، أول مثال: يزرع الفلاح الأرض. تاني مثال: كتبت البنت الدرس. تالت مثال: تهتم المدرسة بالتربية الخلقية. المعلم يشرح الدرس. عالج الطبيب المرضى. ذاكر دروسك بجد. طيب نبدأ كده مثال مثال ونتكلم. اتفقنا قبل كده قبل ما أبدأ أعرب لازم أحدد نوع الجملة. هنا يزرع الفلاح الأرض، هنا هل هي جملة اسمية ولا فعلية؟ تمام، جملة فعلية لأن هي بدأت بإيه؟ بفعل. طيب تعالوا كده نشوف الفعل ده، يزرع ده فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ شاطر، ده فعل إيه؟ مضارع. تمام. طيب نبدأ نشوف كده إعراب الجملة الفعلية، هنتعامل إزاي مع الجملة الفعلية. الجملة الفعلية ليها ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل. تاني، الفعل والفاعل. يعني إيه الفعل؟ اللي هو السهل بتاعنا بقى، إحنا عارفين الفعل فعل ماضي مضارع أمر، يعني أي فعل هيجي في الجملة هيبدأ جملة فعلية، فهيبقى أول ركن أساسي هو الإيه؟ الفعل قدامي أهو. طيب هعربه ازاي؟ عندي ده فعل مضارع، هعربه سهل جدا، هيبقى فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمه. احنا خدنا اعراب شبه كده قبل كده، فيبقى هيبقى يزرعوا، هنحط ضم على العين على اخر الكلمه. يبقى يزرع هنا لما اجي اعربها هعربها فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمه. اي فعل مضارع يجي في بدايه الجمله او يبدا جمله فعليه يبقى هو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم. طيب مين هو الفاعل ده بقى؟ قال لي الفاعل ده اللي بيقوم بعمل الفعل. يعني ايه بيقوم بعمل الفعل؟ يعني هو مين هنا اللي زرع يا ولاد؟ مين هنا اللي بيزرع؟ قال لي ان الفلاح هو اللي ايه؟ اللي بيزرع. يبقى هنا الفلاح هنا الفاعل اللي قام بعمل الفعل، الشخص اللي عمل الحاجة. طيب الفلاح هنا فاعل، طب هعربه ازاي؟ قال لي برضو نفس الاعراب اللي احنا حافظينه، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اذا انا هحط ضم على الحاء على اخر الكلمة. تمام. طيب يبقى احنا عندي ركنين اساسيين للجملة الفعلية، ايه هما؟ الفعل والفاعل. طب امال يا ميس الارض دي هتعرب ايه؟ قال لي انا عندي ركن كده في الجملة الفعلية هو مش اساسي، يعني احيانا بيجي واحيانا ما بيجيش، في جمل بتحتاجه وجمل بتستكفي بالفعل والفاعل بس. طب هو ركن اساسي؟ لا هو مش ركن اساسي، هو مش على طول موجود. طيب هنعرفه ازاي؟ قال لي هنا يزرع الفلاح، هو احنا عرفنا الفلاح بيزرع ايه؟ ما عرفناش بيزرع ايه. قال لي ان هو بيزرع الايه؟ الارض. الارض دي حاجه اسمها المفعول به. اسمه ايه؟ المفعول به. المفعول به ده هو اسم دائما منصوب، اسم دائما ايه؟ منصوب. الحاجة اللي اتزرعت، ايه هي اللي اتزرع؟ الارض. اللي اتزرعت هي الايه؟ الارض. طيب يبقى هنا مفعول به، مفعول به. طب هو ثابت في الجملة؟ لا مش ثابت في الجملة، مش كل الجمل بتحتاجه. هقول هنا مفعول به منصوب، مش انا لسه قايلة ان هو دائما منصوب؟ هيبقى منصوب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه. هينفع ضمة؟ لا احنا دلوقتي نصب، فهنحط فتحة، هنحط ايه؟ فتحة. فهيبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهنحط الفتح هنا على الضاد. طيب تعالوا نبص على تاني جملة، كتبت البنت الدرس. نحدد نوع الجملة زي ما متفقين. أول حاجة كتبت، فعل نوع ايه؟ الأول فعل ولا اسم؟ طبعا هو فعل، إذا هي أنا دلوقتي بتعامل مع جملة فعلية مش اسمية. طيب كتبت هنا فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ قال لي ده فعل ماضي. طيب يبقى أنا هعربه فعل ماض مبني. ايه ده؟ هو مش مضارع؟ مش هيبقى زي المضارع؟ قال لي لا الفعل الماضي مختلف، هعمله فعل
ماض مبني. طب هيبنى على ايه؟ قال لي كتبت هنا يبنى على الفتح. طب يبقى هقولها ازاي؟ فعل ماض مبني على الفتح. تاني، فعل ماض مبني على الفتح. فعل ماضي مرفوع او الكلام ده؟ لا، لازم يكون مبني، لازم يكون مبني. طيب تعالوا نشوف الفاعل، نسأل كده هو مين اللي كتبت؟ ها، قال لي شاطر. طيب البنت، يبقى ده اللي قام بعمل الفعل. البنت هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هو ايه اللي اتكتب؟ ايه اللي وقع عليه الكتابة؟ قال لي ان الدرس هنا احتاج جملة، هنا احتاجت مفعول به. احتاجت مفعول به، يبقى هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الضمة؟ لا، الفتحة. تمام، يبقى احنا على طول نعرف ان المفعول به منصوب بالفتحة. طيب، تهتم المدرسة بالتربية الخلقية. تهتم، حد نوع جملة فعلية، ها، فعل مضارع، شاطر، مرفوع، علامة رفعه الضمة. مين اللي بتهتم؟ قال لي المدرسة. يبقى المدرسة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تهتم المدرسة بالتربية الخلقية، هنا احتاجت مفعول به؟ قال لي لا، ما احتاجتش مفعول به. يبقى احنا كده عرفنا ان مش كل الجمل بتحتاج مفعول به. هي الجملة اهي عندي ما احتاجتش مفعول به عشان هو مش اساسي في الجملة. المعلم يشرح الدرس. هنبدأ نشوف، عندي نحدد نوع الجملة. هنا جملة اسمية ولا فعلية؟ ايه ده، اسمية. يبقى انا هعمل ايه؟ المعلم هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب يشرح، ايه ده؟ ده فعل، واحنا متفقين ان ما ينفعش. طب احنا لسه قايله ان الفعل اول ما يجي هيبدا جمله فعليه. طب يبقى يشرح هنا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب المعلم هي مبتدا عادي. طيب طبعا احنا متفقين ان في ركنين اساسيين، الفعل والفاعل. هنقول حاجه جديده دلوقتي يا اولاد، ان الفاعل ممكن يستتر. يعني ايه يستتر؟ بخبيه. يعني يشرح، نسال كده مين اللي بيشرح؟ قال لي ده المعلم هو اللي بيشرح. قال لي هنا الفاعل مش موجود، مستتر تقديره هو، يعني المعلم هو، لكن المعلم هنا مبتدا زي ما هي يا اولاد. طيب يشرح ايه؟ الدرس. هنا الجمله احتاجت مفعول به، يبقى هنا الدرس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. عالج الطبيب المرضى. عالج هنا فعل ماض مرفوع ولا ايه؟ لا، صح، شاطر، ده فعل ماض ايه؟ مبني. مبني على الايه؟ الفتح. نركز ان الفعل الماض الماضي مختلف، هيبقى ماضي مرفوع مبني على الفتح. طيب عالج، مين اللي عالج؟ قال لي الطبيب. طبيب هنا فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. عالج ايه؟ المرضى، المفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. طيب الجمله الاخيره، ذاكر دروسك بجد. ذاكر، ها، فعل نوع ايه؟ فعل امر. طب الامر هنعرفه ازاي؟ قال لي فعل امر مبني. ايه ده، زي الماضي؟ هيبقى مبني زي الماضي. يبقى انا عندي الوحيد اللي معرب هو المضارع، هعمله مضارع مرفوع. طيب الامر فعل امر مبني، هيبنى على ايه هنا؟ السكون. يبقى فعل امر مبني على السكون. برضو هنشوف مين اللي بيذاكر؟ ذاكر دروسك، يبقى ذاكر انت. برضو نفس الفكرة بتاعت المعلم يشرح الدرس، هنا الفاعل مستتر، مخبين وهو مش ظاهر، تقديره انت. ذاكر دروسك. طيب دروسك هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. هنعرف من كده، تعالوا نشوف القاعدة كده، هنلاقي نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل، سواء مضارع، سواء ماض، سواء امر. تتكون من ركنين اساسيين. ها، قبل ما اقلب، ها، انتوا عارفين لسه قايلين، شاطر، الفعل والفاعل. طب المفعول به ركن اساسي؟ قال لي لا، ده مش ركن اساسي. اما المفعول به ايه بقى نظامه؟ هو اسم منصوب، هو على طول منصوب المفعول به، يقع عليه فعل الفاعل، الحاجه اللي اتعملت، وغير اساسي في الايه؟ في الجملة. لازم نتأكد ان مش كل الجمل بتحتاج مفعول به. طيب هديكوا كده سؤال بسيط قوي تقويم تحلوا في البيت. اعرب الجملة الاتية. هنعرب الجملة كلها. يزرع الفلاح الحقل.
هنبدأ نعرب عادي ونحدد نوع الجملة زي ما متفقين، وهتبقى الدنيا سهلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات أسرة اللغة العربية.